تطورات، تداعيات، مواقف، مرافعات، مستجدات وتفاعلات، مسارات، رؤية إعلامية لقضايا الساعة، رؤية إعلامية لقضايا الساعة مع نفع أحمد محمد. من جنيف إلى بنما فإسبانيا، مسارات أسبوعنا هذا في عدد جديد من برنامج مسارات الذي يبحث تطورات القضية الوطنية على مدار أسبوع، على مدار أسبوع كامل حافلا بتطورات القضية الوطنية على الصعيدين الميداني ولكن أيضا الدبلوماسي. سنتوقف في هذا العدد عند محاور ثلاث في هذا البرنامج. الأول سيكون الوجهة التي عبرت عنها مجموعة جنيف لدعم الشعب الصحراوي والأصوات الكثيرة المدافعة والمرافعة بتوالي طبعا دورات مجلس حقوق الإنسان العالمي بالأمم المتحدة حول المواقف القوية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة والانتصار للحق في الصحراء الغربية وكف يد الاحتلال المغربي عن انتهاكاته وفظاعاته المتكررة في الأراضي المحتلة، خاصة ما يحدث لسلطانة خية، عائلة وأيضا حالة محمد لمين هدي وعشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين وكل ما طبع الوطن السجن، حيث أن الصحراء الغربية ما بعد 13 نوفمبر أصبحت سجنا بشكل أكبر، سجنا كبيرا يضيق على أهله حتى الأزقة تضيق بمنتفضيها. الموضوع الأول ستكون معنا طبعا ممثلة الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء ووادي الذهب بسويسرا ولكن أيضا بالمؤسسات الأممية بجنيف، الأخت أميمة عبد السلام. الموضوع الثاني سيكون في مساراتنا ومسارنا هو تلك المكانة التي حازتها الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء ووادي الذهب عبر منظماتها وروافدها في حيازتها للمرة الخامسة تواليا على منصب نائب الرئيس في منظمة الشباب الديمقراطي العالمية المعروفة اختصارا باليوزي عبر اختيار الأخت درك عبد الفتاح ممثلة عن طبعا الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء ووادي الذهب في هذه المنظمة العريقة، وستكون معنا الأخت درك في ثاني مسارات البرنامج. وسنختم حول التظاهر الأكبر على الإطلاق من سنوات التي تشهدها الساحة الإسبانية ختاما لمسيرة الحرية والتي شهدتها مدريد، لكن المسألة تتعلق بكافة المقاطعات والأقاليم والصيحات والأصوات التي شهدتها إسبانيا ولم تشهد مثيلا لها منذ العام 2010 تحديدا، منذ تفكيك مخيم النزوح البيك دي ميزيك، مخيم الحرية آنذاك. جاءت المسيرة كانت مبرمجة نعم، لكنها جاءت في وقتها وفي حينها وبتداعياتها. وعلى ذلك سأسعد في ختام البرنامج باستضافة محمد زروق الجماني ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء ووادي الذهب بإقليمي الأندلس، حيث انطلقت المسيرة من كادث على بعد أميال بحرية من صنع إدارة الاحتلال أو من صناعة مركز قرار الاحتلال. بدأ الإمام يشرف على مجلية الأمور فنيا إخراجا مني أدادا وتقديما أطيب المنى. أميمة أهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك ولكل مستمعين الإذاعة الوطنية. تتحدثين من عاصمة للحقوق، تتحدثين من مكان لطالما شكل موعد مرافعة عن القضية الصحراوية سياسيا دبلوماسيا وحقوقيا، ما جديد اليوم وما المأمول من هذه الصيحات، خاصة ساعات بعدما طالبت شخصيات كثيرة سواء من مجموعة جنيف أو حتى من المنتصرين للحق بضرورة أن ينصف الصحراويون بعد كل هذه السنوات؟ أستاذ أميمة شكرا لك على الاستضافة، وأقول لك أنه يوم 21 في الشهر بدأت الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان. هذه الدورة هي الدورة العادية للمجلس، وكالعادة الدول الصديقة للقضية الصحراوية والمنظمات الصديقة للقضية الصحراوية ما هم باقين يفوتوا ذي الفرصة إلين يعني حتى هما يشتغلوا من أجل أن العالم يرى ما يقع في الصحراء الغربية. فعلا بديناها يوم الاثنين الماضي
بمعرض خيمة في ساحة الأمم أمام مجلس حقوق الإنسان. هذه الخيمة كانت يعني منظمة من طرف المنظمات الداعمة للقضية الصحراوية، ونصبت مع خيم أخرى لمطالبة الشعوب بحقها في تقرير المصير ولتذكير العالم الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعب الصحراوي. وكذلك إن شاء الله في اليوم على الساعة 3 الدول الداعمة للقضية الصحراوية ستنظم ندوة من المستوى الرفيع، فيها سفراء، فيها أكاديميين، فيها ناس تشتغل. تسمعني؟ نعم نسمعك، تفضلي وميمة تفضلي. نعم. فيها ناس تشتغل في الأمم المتحدة، يعني موظفين كانوا أصلا يشتغلوا في ملفات تعني الصحراء أو لا تعنيها. نعم. وسنناقش في هذه الندوة ما هي الخلالات الذي جبرت الأمم المتحدة لكي تفشل بهذه الطريقة الفظيعة عن تمكين الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير. نعم الأخت أميمة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يشكل كل هذا أرضية مرافعة بشكل أكبر من أجل الوصول إلى مساحات ربما تكون بدائرة ضغط أكبر؟ بمعنى آخر يعني دائما تعود في متياها نوع من المواقف المعبر عنها، يا غير ما توصل لذيك الدرجة أنها تعود فعلا مؤثرة والله فاعلة في مراكز صنع القرار. كيف تاشي قد يعود قبال فهم توصيات ولا قرارات تعود يعني ما هي إلا بصفة ملزمة وإنما بصفة عندها نوع من دائرة الضغط مستقبلا؟ أخي الشعب الصحراوي هو اللي سيد المفتاح، هو اللي سيد المفتاح أنه يحرك هذه القرارات السياسية. منين تعود الناس مرتاحة مع الاحتلال المغربي وتعود لا سلطانة وحدها هي اللي تقارعه، وتعود لا مجموعة قليلة من المدافعين الصحراويين هم اللي قارعوه، منها أنه الاحتلال المغربي يعني مازال ما هو جابر الضغط الكافي لكي القرارات الأممية يعني تتحرك من أجل فك هذا الحصار أمام القضية. يعني إحنا قضيتنا مع الأسف هي قضية يتيمة في هذه المقرات. يعني أمامنا ياسر من نقولوا إحنا الحجار، من بينهم حجرة الكبيرة هي فرنسا اللي عندها حق الفيتو اللي تدافع عمياء عن مصالح المحتل، ونحن ما عندنا ما هو إرادتنا وقوة شعبنا. إذا أنا جد فرحانة أن الشعب الصحراوي صمد أمام هذا الـ يعني السكوت الفظيع لهذه المنظمات، لأن جميع قراراتها يعني تطالب بأن الشعب الصحراوي يجب عليه أن يحمى حقوقه، يجب عليه أن تحمى ثرواته، يجب عليه أن تحمى ثقافته، يجب عليه أن يحمى حقه الأساسي وهو حقه في تقرير المصير، وأن جميع الانتهاكات التي تقع في الصحراء الغربية اليوم هي نتيجة عدم تمكين الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. نعم. إذن ما زلنا يعني خصنا نعد مزيد من العطاء، مزيد من التضحية لكي نقير القرارات، لكي نقير السياسات، لكي نفرض على العالم ما نريده، وهذا صراحة مازال يطلب ياسم تضحيات مع الأسف. نعم، يعني دعينا نعود إلى أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان وما المأمول منها، خاصة في ظل مساعيكم كما تفضلت بذكر بعض جوانبها وحتى من خلال المواقف المعبر عنها، وإلى أي مدى سواء في جلساتها المفتوحة أو حتى من خلال جلسات نقاشها وورشاتها كيف يمكن أن تكون بذلك التأثير المأمول، أم أنه في النهاية يعني دورات من هذا المستوى تأتي دوريا من أجل فتح القضايا لا حلها في واقع الأمر كنظرة استشارية قانونية لا أكثر؟ هي دورات توقع 3 مرات في السنة، ويقع فيها صدع الانتهاكات اللي توقع في العالم كامل، ونحن يعني مجموعاتنا عن طريق الدول وعن طريق المنظمات تشتغل ليلا نهارا لفضح الانتهاكات اللي يعد المغرب الصحراء الغربية. يعني نحن شغلتنا هي عبارة عن لوبي أدفوكاسي، يعني مجموعة ضغط. نعم مجموعة ضغط حتى هي تحرك يعني الآراء تتنعت في هذا أنا أقولها المسرح. يعني لأنه شيء يقع دائما والعالم كامل حاضر فيه والمنظمات حاضرة فيه، إذا قضيتنا ما تقدر تغيب عنه. مسرح الأحداث. نعم هي مسرح الأحداث. يعني نحن صراحة الشغلة معدلة قد مازال في أرض الواقع،
مازال يطلب ياسر باش ينفرضوا الذي القرارات والذي قلنا المقررين والله هذا اللي فايد بالقرار انهم يتخذوا قرارات تنفع شعبنا. اذا صراحه في هذه الدوره ستكون لنا ورشات حول فشل الامم المتحده، حول السجناء الصحراويين، حول الثروات، ستكون لنا مداخلات شفوية عن طريق الويب لأنه الكوفيد ما خلى أن نجيب الوفود اللي دائما نجيبها هون، وستكون مشاركة يعني اللي نقول لك ما هي نتينا حتى بعد ما أنا ما بخلنا شيء باش القضية تعود حاضرة في هذا المنبر. نعم. عن ننتظر شيء، أنا نقول لك عني ما ننتظرش من المتحدة، ننتظرش لا من الشعب الصحراوي وعطاء الشعب الصحراوي. نعم. وهذه النقطة التي كنت أسألك فيها، أنت تفضلت قبل ذلك بأن الفاعل الأول والأخير في القضية الصحراوية هو الطرف الصحراوي نفسه. كيف وجدتم مستوى التعاطي داخل الدورة ولكن أيضا في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف ما بعد 13 نوفمبر؟ التعاطي كان يعني خجل جدا، ما كان للمستوى اللي فشل يعني الذريع اللي هذه المنظمات فشلت تحمي الصحراويين، فشلت تحمي ثرواتهم، فشلت تحمي كل شيء، يعني فشلت حتى تحمي وقف اطلاق النار. اذا كنا شاكين عنهم لهي يقف وقف تراجل معنا. صراحه انا ماني نقول لك عنهم عدش كبير، يا غير حسينا عن الحدث ان الحرب بدات في الصحراء، يعني غير من طريقه تعاملهم على القضيه وغير طريقه تعاملهم على جبهه بوليزاريو، وهذا ينعت عنه لا اللي فايده صمام المبادره واللي فايده كل شيء باش يحرك كل شيء هو الشعب الصحراوي. اذا عندما قرر الشعب الصحراوي انه يبدا هذه الحرب هو عدلها باش يلوذ للسلم. الشعب الصحراوي اعطى 29 سنه من حياته من اجل السلم، الامم المتحده خذلتنا، نحن يعني من حقنا ان نستعمل جميع الوسائل، جميع الوسائل بما في ذلك الحرب، بما في ذلك التظاهر، بما في ذلك الاعتصام، من اجل ضمان حق شعبنا في الوجود. اذا نحن هم الصحراويين اللي نضمن تغيير الوزن وتغيير الموازي وتغيير القرارات. وكيف شفت راه المغرب دا يتخبط منين؟ نعم. ما اعترف له حد بالسيادة المزعومة لترامب. يعني دا يتخبط وبدا يبتز أوروبا عن طريق الأطفال. عن نعم. طريق هذا ما كنت سأذهب هذا ما كنت سأذهب في السؤال إليه، يعني كيف أثرت أزمة الرباط مدريد على مرافعاتكم إيجابا بالدرجة الأولى، باعتبار أنها أصبحت شاهد عيان لما كنتم تحذرون من مغبته على مدار سنوات؟ وهل هذا يعتبر بيئة مثالية من أجل تقديم ملف مكتمل الشروط، خاصة أن الأوروبيين على الأقل وحتى العالم أجمع أصبح يعي أي مخاطر محدقة من قبل المغرب خاصة لقارة أوروبا؟ شوف ذا اللي يقع من صفحات المقاربة ذا الأيام التاليين هو يعني يكشف رأسه. هو كانت الناس متعامية والله زاد مفروض عليها عنها التعامل، لأنهم المغرب صراحة عنده ضغوط كبيرة على أوروبا من خاصة ابتزاز الدروغة والإرهاب والمهاجرين، يعني بالطريقة الجنونية اللي فتح أبواب سوتة مالية للمهاجرين، يعني واستعمال الأطفال كذريعة للضغط على أوروبا لإيجاد يعني يفرض عليهم أنهم يعترفوا بسيادة مزعومة، ينعت لك قبال الطريقة الهستيرية ويعني لا أقول أنك يشوفوا طريقة الهستيرية دي كيف المقاربة تعاملوا مع ذي مع ذي الأمور. إذا الأوروبيين نكشف لهم، وصراحة هي دعاية مجانية يعطاها نحن مولانا، أن العالم كامل بدأ يتكلم عن قضيتنا، العالم كامل اللي ظهرت في وسائل الإعلام، العالم كامل بدأ يقول هذا شنو. وطريقة صراحة طريقة ترامب وطريقة سوتة مالية شيء أعطاها الصحراويين مولانا باش قضيتهم تظهر وتنتصر أمام العالم. إذا اليوم معنا كثير من الناس تدعم قضيتنا، عندنا الناس تتصل بينا تسولنا، عندنا الصحافة تسولنا، عندنا ياسم الأمور، هذه صفحات عاونتنا. ونقول لك صراحة أملي أن التشجيع اللي عدل ترامب المقاربة لا فضحهم وتوف. نعم. فضحهم في تطبيق مع إسرائيل مع شعبهم، وفضحهم مع ابتزاز أوروبا. نعم. عن طريق استعمال الأطفال كذروع بشرية. نعم. والكفاح الصحراوي على أي
فرض على الاحتلال المغربي وعلى المخزن كشف أوراقه كاملة بما فيها التي طبعا تضعه على حافة الهاوية. في سؤال آخر، ذكرت بأن فرنسا هي واحدة من الأحجار أو عثرة الطريق أمام الكفاح الصحراوي، أثر ذلك على مواقف لجنة الصليب الأحمر ومقرها جنيف ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أم ليس ذلك التأثير القوي، خاصة أن المرافعات الحقوقية والإنسانية للنزاع في الصحراء الغربية لم تجد بعد تلك الجادة المطلوبة، واستقبلتم على أي من أعلى هيئات من هذه المؤسسات، كيف وجدتم ذلك؟ وهل ما زال التأثير الفرنسي بادي بالفعل وبهذا الشكل؟ نعم، شوف يا أخي، هذه مؤسسات هي منظمات دولية، يعني من يفتح يعني اللي عنده مفتاحها هو ذاك اللي مولها، ومن مولها يمولوها الدول اللي عندهم الضغط، اللي هي نقولوا احنا يا الدول الأوكسيدانتو، يعني فرنسا وأمريكا إلى آخره، الناس اللي عندها الإمكانيات، وهي اللي تأثر في تقاريرها. فعلا هذه المنظمات حاولت من مرات تدفن رأسها في التراب وتوسي عنها ما تشوف للواقع في الصحراء، يقول في النهاية صحة لا صحيح، وفي النهاية يعني عرفوا عنهم ما يقدروا يمشوا عن مأموريتهم. مأمورية المفاوضة السامية لحقوق الإنسان هو عن السيدة يجب عليها حماية الصحراويين، لأن الصحراء الغربية ليس عندها إدارة معترف بها، المغرب لا يعترف بحد السيادة، وإسبانيا خلت عن الإقليم سنة 75، إذن الصحراويين يجب حمايتهم من طرف الأمم المتحدة، وهذه الحماية في يد السيدة باشلت. من طرف الصليب الأحمر، الأرض الصحراء الغربية هي أرض محتلة، هي أرض فيها حرب دائرة الآن، إذن المواطنين الصحراويين هم مدنيون تحت وطأة الحرب، الذي يجب عليهم كذلك الحماية، ويجب عليهم توفير ممرات إنسانية من أجل هذه المواطنين. إذن هذه مأموريات هي التي فرضت عليهم رقم ضغوطات الممولين اللي هي فرنسا وأمريكا إلى آخره، فرضت عليهم الرجوع إلينا ومناقشة طريقة التعامل معنا والتعاطي معنا كما يجب. يعني صراحة يحدث هذا بالفعل ردا على محاولة الصليب الأحمر الدولي تضمين طبعا ما يحدث في الصحراء الغربية، خاصة لسلطانة خيا وعائلتها ضمن زيارة للمغرب، والموضوع يعني معلوم علم اليقين بالنسبة للحارس القانون الدولي الإنساني كلجنة الصليب الأحمر الدولي. عموما تلك الزيارة بنتائج ليس فقط مسؤولية هذه اللجنة، ولكن أيضا مسؤولية مفوضية كما تفضلتي ميتشل باتشيليت وفريقها. جوزيف بوريل خلال الساعات القليلة الماضية اتصل بجبهة البوليساريو للإطلاع على وضع الإنساني في الصحراء الغربية، خاصة ما بعد 13 من نوفمبر. كيف يمكن، هل هذا يفهم على أنه اهتمام من الاتحاد الأوروبي بما يحدث، أم فقط هي معاينة دورية للإطلاع عن كثب على ما يجري؟ لا يا أخي، هذا نتيجة صمود الشعب الصحراوي، نتيجة عطاء الشعب الصحراوي، نتيجة لندافع المقاتلين الصحراويين، هذه هي اللي تفرض، قلت لك، تغيير الموازين القوة. وصراحة أنا يعني نقول لك دائما على المفتاح، القضية هي فايد الشعب الصحراوي، يبقى يطولها على راسه، يبقى يعني يستغل الليلة للدنيا. إذا نحن هم اللي صحراويين، هم اللي فايدهم تغيير موازين القوة وتغيير المواقف. السيد خوسيه بوريل، أنت تعرفه وتعرف تصريحاته اللي كانت أصلا إبانة حقبته رئيس الدبلوماسية الإسبانية. نعم، اليوم عندما أوروبا بدأت يستعملونها، يدخلونها أطفال ويدخلونها الهجرة ويستعملونها، خصوا المفروض عليه أنه يغير من خطابه ويوقف للابتزاز المغربي، وهذا راه ناتج عن صمود الشعب الصحراوي أمام هذا الاحتلال القاشف. نعم. إذن مزيد من التضحية، مزيد من العطاء، وكل صحراوي في كل مكان وخاص يعود تفير لهذه القضية، وخاص يعود يعتبر راسه يعني لافت همها، كيف سلافتها المقاتل وكيف سلافتها السلطان الخيي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة أميمة. فقط قبل أن تودعين، إذا كان من كلام أخير حول رسالتك عموما، حول رسالتك بشكل عام حول ما يحدث الآن، مواقف معبر عنها، ومدى هل أنت راضية بالفعل عن ما يحدث حاليا، خاصة من جنيف في ظل ارتفاع الأصوات، وما هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها؟
أنا ماني راضية عن شيء وشنو هو مجال الاستقلال. يعني الرضامة وخانك ما يرضيني ما هو عن صحرة عدم استقلال. إذن هذا اللي جزء من شغلتنا اليوميا عدلوه، ما خص حد يشكرنا ولا خص حد يعني يديرنا ميدايات على شيء ما هو خالق. الانتصار الحقيقي اللي خص الحرامين كاملين دارين عليهم ميدايات هو الاستقلال، هو يعني عندما رجعوا المواطنات الصحراويات اللاجئات إلى أرضهم شامخات رفعت رؤوسهم، عندما نخرجوا عن آخر محتل من أرضنا، وهذا هو الانتصار الحقيقي اللي خصنا كاملين نحتفلوا به. شيء ثاني كامل لا الشغلة العادية، أنا ما ننتظر شيء من الأمم المتحدة، ما ننتظر شيء من المنتظم الدولي، ننتظر شيء من شعبي ومن عطاء شعبي. الأخت أميمة عبد السلام كنت معنا من جنيف السويسرية حول طبعا مجموعة من التطورات التي تشهدها عاصمة مؤسسات الأممية وحتى الأوروبية في أوروبا. كنت معنا المباشر عبر برنامج مسارات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، ونعتذر طبعا رغم انشغالاتك الكثيرة لأنك كنت معنا في هذا بهذا الإسهاب وبهذا التوضيح. شكرا جزيلا. شكرا أخي. إذن كانت معنا ممثلة الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادي الذهب بسويسرا وبالمؤسسات الأممية طبعا بجنيف أميمة عبد السلام، وهذه التطورات على اختلافها في ظل المواقف المعبر عنها في مسار أول لنا كان هذا الأسبوع في هذا البرنامج. طبعا جنيف عاصمة للفعل الصحراوي على بعد ساعات من حدث مدريد، ولكن بينهما أيضا تظاهرة شهدتها العاصمة الألمانية برلين، كل ذلك مرافعة عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال من أجل كرامة شعب طبعا يرافع بكافة السبل وبكافة الطرق وبكافة الكيفيات بتنويع الأساليب. أيضا الصوت جاء من بنما. بنما كانت مركزا لأشغال المؤتمر 34 طبعا حدث الحزب الديمقراطي الشباب الديمقراطي العالمي المعروف اختصارا باليوزي والدولة الصحراوية أو الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادي الذهب، ممثلة للدولة الصحراوية للمرة الخامسة تواليا تحوز منصب نائب الرئيس ورئيس طبعا منطقة إفريقيا. هذه المرة وقع الاختيار على عضو منظمة اتحاد شباب الساقة الحمراء وادي الذهب الأخت درك عبد الفتاح، التي تنضم إلي عبر الهاتف اللي طبعا شرح أهمية هذه المشاركة، ما تحقق وما هي الأهداف الكبرى من هذه العضوية، خاصة في ظل محاولة الصحراويين لإيصال صوتهم بأكبر طريقة وأفضل طريقة ممكنة. درك أهلا وسهلا مرحبا. طبعا اليوزي منظمة بتقاليد تضامنية كبيرة مع القضية الصحراوية، حققتم هذه العضوية للمرة الخامسة تواليا منصب نائب الرئيس في وقت لم يستطع الاحتلال المغربي ولا مساعيه ولا كولسته أن تمنع أو تعيق المشاركة الصحراوية، تحدث لنا عما حدث وكيف كانت الأمور وما هي نتائجها على أي بداية. أسعد الله صباحكم بكل خير، شكرا للاستضافة، صباح الخير لكل متابعي برنامجكم الإذاعي. طبعا اليوزي أكبر منظمة شبانية عالمية ضمن 150 منظمة من 103 دولة في العالم، من أساس مبادئها السلم، حرية الشعوب، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأيضا التضامن والتكافل الدولي. بالنسبة للمشاركة الصحراوية للأمانة كان يعني هنالك ضغط كبير علينا نحن كصحراويين، لأنه بالنهاية هذه المرة الخامسة الحمد لله اللي نقدروا عنا نفتكوا هذا المنصب، وما هو إلا تأكيد على حقيقة الدولة الصحراوية وأحقيتها بهذا المنصب وأحقية اليوزي في الدفاع، أو أن يكون الوصي
على هذه القضايا العادلة اللي ترفع من شأنه واللي تخليه صوت حقيقي ما بين كل هذه المنظمات وما بين حتى أحزابه في العالم. بالنسبة لنا احنا مشاركتنا كانت محفوفة بالمخاطر خاصة عن المغرب، عد اللوبي مع إسبانيا للأسف، وحاول قلب الموازين في أكثر من مرحلة من مدة شهرين قبل المنتدى قبل المؤتمر بطبعته 34. حاول أيضا عن أنه المغرب يخترق ويشري ياسر من الدول، عد النوع من الائتلاف العربي ممثلا في 4 منظمات في اليوزي. حاول أيضا اختراق جدارنا الصلب في أمريكا اللاتينية من خلال تمويل مجموعة من تأشيرات أو تذاكر الطيران من أجل استضافة حدث في منطقة العيون المحتلة، ولكن الحمد لله كنا جد حريصين على أنه المشاركة الصحراوية تليق بتضحيات هذا الشعب العظيم. كنا مجبرين دوما على إثبات أن القضية الصحراوية قضية كل إنسان حر حقيقي في هذا العالم، وما هي إلا ركيزة أساسية بني عليها اليوزي من بداية تأسيسه قبل 100 سنة. طبعا نحن دخلنا بخمس أهداف وتم تحقيقها كاملة. النتائج الأولى ألا وهي تم تقديم توصية من طرف المغرب تصف رائدة كفاحنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب على أنها منظمة إرهابية، وعلى أن الجيش الصحراوي عبارة عن ميليشيات مسلحة، وهذا ما تم رفضه بحيث تم الرد عليه من قبل رئيسة الجلسة أو رئيسة المؤتمر المتمثلة في الرفيقة سارة داكوشتا من النمسا، حيث قالت نحن نقف مع جبهة البوليساري وندعمها ونحن على دراية. زرنا المخيمات في المنتدى في طبعته الأولى في مارس 2020 ونحن على دراية بما يعاني الشعب الصحراوي، وكل ما تعلمناه أن هنالك شعب يعشق الحرية دفع الثمن بطريقة جد مخجلة لنا نحن كعالم حر مدافع عن الديمقراطيات. بالتالي هنالك أيضا كان الرد من الرفاق في أس جي دي فالكن في ألمانيا بحيث قال بأن الشعب الصحراوي يعد ركيز أساسيا في مبادئ اليوزي، وبالتالي الدفاع عنهم هو الدفاع عن كل مظلوم في هذا العالم، وتم رفض هذه التوصية تحت الضغط. الهدف الثاني طبعا تم هنالك تقديم توصيتين، وللمرة الأولى في تاريخ اليوزي أن يتم المصادقة على توصيتين بنفس المحتوى، إحداها التي قدمتها النمسا بالفعل. صحيح. إحداها قدمتها النمسا والأخرى قد تم تقديمها من طرف المشاركة الصحراوية. المشاركة الصحراوية متمثلة في اتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة. الهدف الثالث والحمد لله وهو افتكاك هذا المنصب نائب الرئيس للمرة الخامسة تواليا، طبعا بعدما كانت الرئيسة السابقة من التولى رباس السويدات التي قدمت الكثير بهذه الطبعة للأمانة، وكانت الأمين العام للاتحاد الوطني للمرة الصحراوية. قدمت الكثير وكانت مرافقة، وطبعا الاستشارات منها والضغط الذي والدور الحقيقي الذي لعبته أيضا في تحقيق هذه الأهداف. أيضا قبل ذلك كانت العصرية محمد طالب والسنية مرتين في عهدتين ممرتين من 2012. والهدف الأسمى له هو خسارة المغرب لعضو في لجنة الرقابة، وأيضا خسارته لعضو ما السر درك سيدة درك ما السر في كل نواب الرئيس هن نساء؟ هل لمكانة المرأة الصحراوية وقوتها وقدرتها، أم أن هنالك بمرام ورسائل أخرى؟ لا، كان بالنسبة لتقديم يعني كان هنالك اتفاق أو إجماع حقيقي على أن المرأة الصحراوية هي بوصلة التحرير في القضية الصحراوية، وهي إلهام لكل مرأة إفريقية أو مرأة عالمية تحاول الدفاع عن حرياتها والدفاع من خلال نشاطها السياسي. وهذا أيضا هنالك رسالة جد بسيطة نقولها نحن يعني، ونحاول دائما إثباتها من خلال هذه المنظمة القارية، وليس من أجل أن نبخس الرجل حقه، إنما نحن يعني نقوم بدور تكاملي، ولكن من أجل أن نقول للعالم بأن المرأة التي أنتجت الحياة كفيلة وأولى بالدفاع عنها. لذلك المشاركة أيضا النسوية كانت دائما تلعب دور فعال حقيقي، ولها دائما الأولوية في المرافعة عن هذه القضايا. وللمرأة الصحراوية مسارها وتفخر بذلك، ولها أن تحقق ما أقصى ما يمكن الوصول إليه، خاصة أنها كانت رائدة لهذا النضال، ولا زالت تقدم نماذج من بوجدور المحتل إلى كافة نقاط العالم. سيد الدرك، يعني بانتقالي إلى نقطة أخرى، منصب نائب الرئيس
هو تلقائيا أوتوماتيكيا هو رئيس عن منطقة إفريقيا، ما مساحة فعله وما مدى تأثيره في منظمة من هذا المستوى في المرافعة أكبر عن قضيته، ولكن أيضا إلى أي مدى يمكن أن يكرس دعينا نقول ثقافة المرافعة على القضية الصحراوية في الأوساط الشابة في الحزب في التكتل بشكل عام وفي أحزابه، لأن القضية كلما تلقفتها النخب الشابة كلما كانت أبقى وأضمن. لهذا المنصب طبعا يعني هو بالنهايه هو المركز الثاني في 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 سلم في السلم العملي لعمل المنظمه، وبالتالي يقوم ببرمجه اغلب هذه البرامج، الضغط من اجل تحقيقها، وايضا الضغط من اجل الغاء بعض البرامج او الغاء عمل بعض المنظمات التي تتلاشى، وهذا طبعا ما قامت به الاخت نسرة رباس كنائب للرئيس، بحيث تم الضغط من خلالها ومحاوله لعمل لوبينج مع رئاسة المنظمة من أجل عدم قبول عضوية المغرب كونها غير موجودة. ثانيا فيما يخص البرامج، أيضا يستطيع هذا النائب الرئيس أن يقوم ببرمجة زيارات تضامنية بريادة سوليداريا أيضا للمخيمات حتى يرى العالم الوجه الحقيقي لنضال الشعب الصحراوي وما يعانيه، وأيضا بحيث أيضا كانت هنالك زيارتين سابقا في 2013 و2015 للمناطق المحتلة، أيضا هنا لمخيمات اللاجئين وللمناطق المحررة. وبالتالي هذا المنصب أيضا يخول للشخص أن يكون لديه حصانة في التعامل مع الأحزاب في كل هذه الدول، والتي هي حاليا أحزاب في 67 دولة هي أحزاب حاكمة، وبالتالي يكون وصيا على إيصال صوت شعبه بدون أي وساطة، وإنما يكون هو المخول للحديث عن ذلك كمثال حي عن ما يعانيه الإنسان الصحراوي، ومن أجل أن يعطي صورة حقيقية غير الصورة النمطية التي يسوقها البعض. فبالتالي أنت تكون هنا في نقطة تماس مع العالم دون أي وساطة، وتحاول أن تجعل صوتك يصل وأن ترافع عنه وأن تحصل وأن تقوم بأكثر ضغط من أجل أن يعي العالم حجم التضحيات التي يقوم بها الشعب الصحراوي. نعم سيدة درك، يعني نائب رئيس منظمة اليوزي، طبعا هذه المنظمات وهذه التكتلات ما تأثيرها على مستوى القرار السياسي على مستوى بلدانها، ولكن أيضا على مستوى العالم، يعني الأحزاب المنضوية تحتها، خاصة أنها قد تأخذ أو قد تصل في بعض الأحيان إلى سدة الحكم، وهل يمكن أن تكون يعني ألا يشكل ذلك تأثيرا على أنها تحصر النضال الصحراوي في تيار حزبي أو سياسي معين، أم أنها مساحة ويجب اختراق المساحات الأخرى ما أمكن؟ بالنسبة لهذه المنظمات هي تعبر عن صوت أحزاب، يعني فاعلة في صنع القرار، وبالتالي هي بالنهاية ستكون صوت أو سفير لقضيتك. نعم. بالنسبة لهذه المنظمات من خلال تجربتنا نحن مع اليوزي كانت جد فاعلة، وخاصة في الانتخابات في التصويت الأخير على موضوع اتفاقية الصيد ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعني نعم. كانت جد موجودة، كانت جد فعالة. فبالنهاية نحن حاليا في اليوزي فقط في أوروبا لدينا 35 نائب برلماني، هذه ترسانة نستطيع أن نواجه العدو من خلالها. يعني وبالتالي هذا يعني المورال هنا على هذا النوع من المنظمات والأحزاب هي في الحقيقة نحن نحتاج أكثر الآن قبل أي وقت مضى أن نقوم بتشبيب الحركة التضامنية، لأننا نحن نعي أن وحتى هنالك وزراء خارجية بلدان في أوروبا الآن هم أصلا كانوا أعضاء في اليوزي قبلا وفي هذه التكتلات الحزبية على أي صحيح، حتى رئيسة نيوزيلندا الحالية نعم. فهي كانت رئيسة نيوزيلندا نعم. أيضا الصديق والرفيق رفيقنا من دي أر سي كونغو، الكونغو الديمقراطية، هو حاليا وزير للسياحة، رفيقنا أيضا نفس الشيء في 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 في, في سوازيلاند نفس الشيء. فهنالك هذه المنظمة القارية أو الدولية تحتوي على صناع قرار فاعلين حقيقيين، يحتاج منا نحن الصحراويين أن نحاول أن نعمق تلك العلاقة وأن نجعل منهم صوت للشعب الصحراوي في بلدانهم، وأن نضغط من أجل أن يكونوا وأن يكيفوا جهودهم من أجل دعم هذه القضية، فهم في النهاية يؤمنون بنفس المبادئ. نعم، هو استثمار مبدئي، استثمار قبلي دعنا نقول في صحيح. في مواقف المستقبل على أي نعم صحيح. نعم الأخت الدرك، يعني تفضلت بأنه هذا جاء نتاج لعمل تراكمي لمجموعة من السنوات، وهذه المرة الخامسة
التي تحوز فيها المشاركة الصحراوية منصب نائب الرئيس، ولكن الأهم هو الخروج بمواقف قوية يتبناها هذا التكتل بشكل كبير. جاء ذلك كما تفضلت في بداية البرنامج بأنه تعزيز لهذه السنوات، ولكن أيضا للمنتدى العالمي الأول الذي احتضنته ولاية أو سرد بمخيمات لاجئين الصحراويين مارس 2020. ألا يشكل تنظيم تظاهرة من هذا المستوى وحدث من هذا المستوى كمؤتمر اليوزي 34 عن بعد عبر تقنية التحاضر عن بعد إعاقة نوعا ما لأشياء ربما كانت ستكون أسهل لو كانت في الحياة في طبيعتها وكانت المشاركة كما حدث في مالطا في حدث المؤتمر السابق؟ صحيح، هو أن كان هنالك اعتراض على القيام ب المؤتمر عبر تقنية الفيديو، خاصة أن يكون عن بعد، ولكن للأسف هذا لم يخدم المنظمة، خاصة أنه تم تأجيل المؤتمر لسنة أخرى. الحمد لله النتائج كانت المرجوة حققناها بما يعني حتى عن بعد، فما بالك لو كانت حضوريا؟ لربما كنا قادرين أكثر على تجميد عضوية المغرب نهائيا، لأنه سيكون هنالك تعاطي أكبر، بالرغم أنه أيضا المغرب يعني استعمل في هذه الطريقة الكثير من الأموال وضغط، ولكنه بقي أيضا خاسرا. لكن نحن بالنهاية الحمد لله حققنا الأهداف التي وضعناها رغم صعوبتها، ورغم أن المغرب لم يبخل أي شيء ولم يتوانى في التعامل من أجل شراء الزبن، فأن تقوم بدفع أكثر من 25,000 دولار لمنظمة واحدة فقط من أجل تحييدها وتحييد كل المنظمات السابقة لها، فهذا أمر جد يعني كبير. نحن أيضا سبحان الله نراهن على المبادئ الأكثر، ولكن الحمد لله اليوزي كان واضحا في التعاطي مع هذا الشيء. لكن أتمنى أيضا أن هناك شيء أيضا أريد أن أنوه عنه، وهو أن المنتدى الذي حدث في مارس الماضي سنحاول حاليا من أجل اعتماده في برامج هذه المنظمة، حتى إذا كان فقط في اللجنة الإفريقية، وسيكون شيء جيد أن يتم تبني هذا المنتدى الذي يعبر عن مدى قابلية الصحراويين على استضافة أحداث جد كبيرة تتماشى مع مبادئ اليوزي، وأيضا في نفس الشيء في نفس الوقت يبين على أن الشعب الصحراوي ليس فقط إنسان لاجئ يحتاج دوما للدعم، وإنما قادر على تغيير أو إحداث التغيير، وأن يكون صانعا للأمل من خلال وضعه لرفاقه في اللجان الأخرى من اليوزي تحت ضغط من أجل تنظيم أحداث تضامنية أخرى. فبالنهاية نحن كلنا نخدم التضامن التكافل الدوري في العالم. ما يمكن الخروج به في هذه الجزئية بالذات بأن العدالة تتحقق حتى وإن كانت عن بعد، وقوة المرافعة لا يمكن أن تثنيها الظروف على أي، وهي درس صحراوي في المقاومة. بما أن المنظمة هي الشبانية بامتياز، كيف شكل واقع الشباب في الصحراء الغربية محورا لتلك المحادثات ولورشات هذا المؤتمر، خاصة ما بعد 13 من نوفمبر ووجود معطى الحرب على الواجهة في الصحراء الغربية؟ للأمانة كان الشباب الصحراوي دوما حاضرا، وهذا أيضا ما تنوهت إليه ألمانيا في مداخلتها، قالت بأن الشباب الصحراوي الذي أعطى درسا في السلم لا زال حتى بعد أحداث 13 نوفمبر لا زال يبهرنا، لا زال هو حقيقة الإلهام الحقيقي لنا كلنا كشباب. فحتى إن كان أغلب الرفاق في المناطق يعني في المناطق الأمامية في الجبهات، إلا أنه ما زال يرافع عن السلم، ما زال يرافع عن حقوقه، ما زال متواجدا لإحداث التغيير في هذه المنظمة، ما زال داعما لتلك المبادئ وما زال يرافع عنها. وهذا ما كان جد محرج للمغرب وحلفائه في المنظمة، بحيث أنه يتم تأطير أو جعل الشباب الصحراوي كركيزة أساسية وإلهام حقيقي في هذه المنظمة. وتم الحديث عن ذلك كثيرا من خلال المداخلات، حتى رئيسة اليوزي السابقة الرفيقة جوانا أورتيغا في بداية مستهلي حديثها قالت نوجه شكر لهذا الشباب لهذه القضية العادلة لهذا النضال المستميت المستمر الذي لم يثنيه أي شيء رغم كل الخذلان الذي تعرضوا له. وهذه شهادة نحن حقا نقتدي بها، وبالتالي على الشباب الصحراوي أن يكون فخورا جدا بنفسه، أن يكون مثمنا لجهوده. لدينا الكثير من الطاقات الكامنة تستحق أن يتم مراعاتها وأن يتم تفجيرها، وقادر على خلق التوازن وخلق الاختلاف بإذن الله. نعم سيدة درك عبد الفتاح نائب رئيس منظمة اليوزي،
ممثلة عن الدولة الصحراوية ورئيسة لقسم إفريقيا، كيف يمكن لهذه المنظمة أن تشكل فضاء لتكوين الكفاءات الشابة الصحراوية، وكيف يمكن أن تنعكس على الاحتكاك مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم من أجل طبعا تطوير التجربة الصحراوية وإسهامها في نضج الكفاءات بناء ولكن أيضا ختمة لمشروع التحرير في رأيك؟ من وجهة نظري بالنسبة لليوزي تقوم بأكثر من 4 برامج سنويا في أشياء جد مختلفة، سواء في مجال التعليم، سواء في مجال بناء السلام، سواء في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، سواء فيما يخص أيضا تكريس سبل الديمقراطية. فبالتالي هذه البرامج هي ما هي عبارة سوى عن أرضية مرنة من أجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من بعد وبناء القدرات أيضا الشباب الصحراوي. وأنا أعتقد أن الشباب الصحراوي لديه تجربة فريدة، ولكن أنا مؤمنة أن الشاب الصحراوي، كل شاب صحراوي ولد سياسي بامتياز، لديه ما يعطي، لديه ما يري للعالم، لديه ما يشاركه. فبالتالي كل ما يحتاجه هو فقط القليل من 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 من, من الحافز، يعني هو عليه أن يكون مهتما بما يحدث. فهو بالنهاية هذه الأرضية خلقت له، لم تخلق لغيره، فهو لديه أحقية بها، عاش هذا الواقع المرير، دافع في صمت عن مبادئه وعن حريته وعن كرامته. فبالتالي هذه البرامج ما هي عبارة سوى عن أرضية مرنة من أجل سقف مواهبهم، ومن أجل أيضا تعليمهم كيفية وما هي سبل طبعا التشبيك مع قرانه من العالم يصل صوته إليه. أدرك ورفاقها أدركت اليوزي من تل أبيبه وكذلك النضال الصحراوي، فهنيئا لك ولكم ولهم أيضا. شكرا جزيلا لك الأخت الدرك عبد الفتاح، كنت معنا على المباشر عبر إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضمن برنامج مسارات على كل هذه التوضيحات. شكرا لك ومودة لك شيء. شكرا جزيلا لنائب رئيس منظمة اليوزي ممثلة عن الدولة الصحراوية وطبعا رئيسة لقارة أفريقيا للمنظمة منظمة الشباب الديمقراطي العالمي عشية دورته 34. على المباشر مسارنا كان شبانيا بامتياز من خلال ما حققته القضية الصحراوية، ودائما ما أقول وأذكر بأن كل ما يحدث عالميا اليوم للقضية الوطنية من تفاعلات ومن تداعيات فاعله الأول، فعله الأول، صانعه الأول انتصارات مقاتل جيش التحرير الشعبي الصحراوي والذين تتبادر بلاغاتهم العسكرية بفعل وقع صنيعهم يوميا من أقصاف، هجومات وطبعا ضربات ضد تخندقات وقواعد جنود الاحتلال المغربي. مساراتنا متواصل معكم في هذا الأسبوع، وفي محوره الأخير بعد جنيف انتقلنا إلى بنما، وبعد حين سنكون على موعد مع عاصمة إقليمية الأندلس تحديدا إشبيلية سيفيا، حيث سينضم إلينا عبر الهاتف محمد زروق زماني ممثل الجبهة الشعبية تحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب، الإقليم الذي شهد انطلاقة مسيرة الحرية التي جابت المقاطعات والأقاليم الإسبانية مرافعة عن الحق في الصحراء الغربية، مطالبة لإسبانيا بالتزاماتها على كثرتها في الصحراء الغربية سياسيا، حقوقيا، قانونيا، إنسانيا وأخلاقيا حتى. فإسبانيا في نظر القانون الدولي لا زالت هي القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، حيث خرجت من الإقليم دونما أن تتمكن من تسوية الاستعمار وتصفيته منه عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، متمثلة في آلية شرعية نزيهة عادلة عبر استفتاء حر يمكن الصحراويين من اختيار مصيرهم. إسبانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، إسبانيا بأوزارها المتلاحقة التي لا تموت للتقادم، إسبانيا التي وقفت اليوم على فداحة حليفها وجرمه وابتزازه ومهاجريه ومخدراته وإرهابه، وكل هذه الأسلحة المغربية لم تكن خفية ولا لغزا، بل إن الساسة الإسبانيين على تعاقبهم حاولوا إخفاءها تمادا مع الرباط، غير أن ورقة الكفاح المسلح
في طبعا الصحراء الغربية جعلت المغرب وجعلت الساسة الإسبان يقفون على فداحة الأمر. ما حدث في 19 يونيو في اليوم المشهود أن الصحراويين والإسبانيين من حركة التضامن الدولية جعلوا من مدريد قلبا للأحداث العالمية في واحدة من التظاهرات التي حظيت بأكبر تغطية ومتابعة إعلامية عبر العالم في حدث غير مسبوق، رغم أن المسيرة ليست حدثا يعني وليد اليوم حيث كان العمل عليه على مدار أشهر ماضية، لكن الظروف جميعها جاءت بتوفيق محكم. وعلى ذلك أسعد جدا باستضافة الأستاذ محمد رجب جماني معي عبر الهاتف من إشبيليا من عاصمة إقليم الأندلس، حيث انطلقت مسيرات الحرية من كاديث على بعد أميال بحرية فقط من ما حدث طبعا في سبتة وفي الأراضي المغربية مركز صنعي القرار في المغرب. محمد أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا نفعي. طيب، التظاهرة من هذا المستوى ألاف توجت بطبعا تقديم 30,000 توقيع في عارضة الاحتجاج لوزارة الخارجية الإسبانية، هل كنتم تنتظرون حدث بهذا الصخب وبهذه القوة، أم أن تطور الأحداث خاصة استشفاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا وما صاحب ذلك من تداعيات، معطى الكفاح المسلح، سلطانة خية وما يحدث في الأراضي المحتلة، الأزمة الأوروبية المغربية، كل هذا كان سبب مباشر أو غير مباشر لما تابعناه في مدريد؟ طيب، نظن أنه يعني هذه النقاط كاملة اللي تكلمت عنها متقانية قد تعود قبال هي اللي سببت الحافز الأساسي. يا غير أنا بغي نسطر تحت أولا يعني هي هذه التظاهرات والله مسيرة من أجل الحرية للشعب الصحراوي، هي تجاوب أساسا مع مسألتين أساسيات. أولا يعني تجديد الإرادة الكفاح المسلح للصحراويين بعد خرق وقف إطلاق النار ومحاولة العدو يعني احتلال بالقوة أراضي محررة صحراوية 30 نوفمبر، ومن ذاك التاريخ إلى يعني تعدد الأسباب وطرق التضامن ابتداء من تصريحات يعني تضامنية من عند الأحزاب من عند البلديات، وهذا كامل في النهاية صب فكرة المسيرة من أجل الحرية للشعب الصحراوي. والعامل الثاني الأساسي هو رسالة واضحة كذلك وعد الحكومة الإسبانية بالنكفة يعني، وبالرغم من المسيرة كانت يعني محضر لها من قبل أحداث والله اجتياح الأراضي الإسبانية قبل الحكومة المغربية يعني لإرسالهم عشرات الآلاف من مواطنينهم بطريقة يعني غير إنسانية وبشعة الاحتلال سبتة، كانت يعني إضافة يعني للإسبانيين ورأيهم العام والحكومة بأنه كفاء مرتين، كفاء يعني ما تقوم به الحكومة الإسبانية من تجاهل وتواطؤ حتى تواطؤ مع المواقف المغربية خلال هذه 30 سنة الأخيرة، وكذلك كفاء من يعني من تداعيات الإرادة الحكومة المغربية المتكررة في التدخل. نعم، باستا. نعم محمد، يبدو أننا فقدنا التواصل بمحمد زروق جماني ممثل جبهة الشعبية تحرير الساقة الحمراء وادي الذهب بإقليم الأندلس. محمد هل تسمعني؟ سمعك. نعم، يعني كيف وجدتم التعاطي مع هذا الحدث إعلاميا ولكن أيضا سياسيا، خاصة أنه ما كان يعاب على الساحة الإسبانية في سنوات كثيرة المجهود في أعلى وتيرة له، لكن أيضا التمادي يضرب أطنابه وتجاهل ما يحدث، هل هذا التجاهل لا زال قائما أم أن هذا الحدث الذي وقع في مدريد أكبر من أن يتم تجاهله في ظل الظروف الحالية؟ يعني وحقيقة الحدث من حيث الظرفية اللي نظم فيها تزامنا مع كيف قلت كفاح الشعب الصحراوي والاجتياح المغربي للأراضي الإسبانية وهذه هبة التضامن الجماهيرية مع تواجد الرئيس في إسبانيا وإلى آخره، وأعر عليها يعني تجاهلها مستحيل، والطريقة اللي يعني كذلك اللي تناولت بها الإعلام ك
كان يعني كيف قلت قبيل كانت يعني صرخة للقول كفى مرتين، كفى مما يعاني به الشعب الصحراوي، كفى من تطاول الحكومة المغربية ضد السيادة الإسبانية وتدخلها في الشؤون يعني الداخلية الإسبانية. بالتالي هي بداية، هي إعادة بداية، أنا أظن بأنه إعادة بداية يعني ال يعني مطالبة يعني الرأي العام الإسباني، سياني منه الرسمي، سياني منه يعني الشعبي، بأنه لابد من مقاربة جديدة، مقاربة جديدة للحكومة والدولة الإسبانية بالتعاطي مع القضية الصحراوية مختلفة عن الموقف المتبع خلال 30 سنة الأخيرة، لأنه نتائجه أدت إلى 13 نوفمبر. ولا بد كذلك من مقاربة جديدة ومختلفة ليعني تدير في مركزها الحفاظ على السيادة الإسبانية بالتعاطي مع علاقة مع الحكومة المغربية، لأنها المقاربة المختلفة أدت لأحداث. نعم، كيف يمكن انطلاقا ما تفضلت به أستاذ محمد، كيف يمكن البناء على كل هذا مستقبلا من أجل مطالبة إسبانيا على أن تهجر ذلك الموقف التقليدي الذي أدى إلى مزيد من التصعيد، خاصة في ظل هذا الإجماع السياسي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل والانتصار لحقوقه، خاصة أن القواعد الناخبة هي التي خرجت وبالألاف؟ صحيح، هو 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 هي المعادلة والحل هو دائما يعني الحركة التضامنية والجبهة يعني تكرر بالدوام، يعني لا يوجد هناك أي حل ثالث أو يعني طريقة ثالثة مختلفة أمام الحكومة الإسبانية إلا وأنها تحمل كامل مسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي. هذا يعني يحفظ لها ماء الوجه أمام يعني المجتمع الدولي، بأنها لا بد لها تزعم مسار تصفية لاستعمار الصحراء الغربية، وكذلك يحصنها أمام هذه يعني التهديدات والاعتداءات المتكررة واللي بلا نهاية أمام مملكة كيف المملكة المغربية. بالتالي مطالبة الصحراويين ومطالبة المتضامنين مع الشعب الصحراوي في النهاية كذلك يصب في حماية إسبانيا من تداعيات سياسة انتهجتها مختلف الحكومات خلال 40 سنة من هذه من هذا المسار الديمقراطي، واللي الحقيقة ما أدتش يعني تعاطي نحن الإيجابي مع مسلسل السياسي مع الأمم المتحدة أدى إلى يعني كارثة 13 نوفمبر. نعم، تعاطي الإسبانيين بطريقة يعني غير مسؤولة كذلك في علاقة الثنائية مع المغرب هي الأدات لأحداث. بالتالي هناك لا بد من قراءة جديدة، لا بد من منعطف جديد، ولا بد يعني من مواقف جديدة أكيد. نعم، وهو ما أبعد منه إسبانيا، خاصة بعد تصريحات الرانشا غونثاليس لايا طبعا رئيس الدبلوماسية الإسبانية في تصريحات لصحيفة لا فانغوارديا، حيث أنها كأنها يعني استنسخت خطابا من طبعا الكلمات التقليدية الكلاسيكية للمواقف الإسبانية وكررتها بذات التوصيف، رغم أنه في واقع الأمر هنالك تقدم كبير على مستوى المواقف الرسمية، ربما ليس فقط على مستوى من يديرون السلطة الآن، ولكن حتى على مستوى أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم في دفة المعارضة، رغم أنه القضية قضية الصحراوية تكاد تكون في إسبانيا إحساس جماعي بالنسبة لكافة التيارات السياسية، وهو ما عبرت عنه طبعا النخب البرلمانية في أكثر من صعيد وفي أكثر من مقاطعة وفي أكثر من إقليم. أستاذ محمد، يعني بالنظر إلى كل هذا، كيف وجدتم التعاطي الإعلامي مع المستجدات القضية الصحراوية في إسبانيا وما تأثيراتها على مستوى صناعة الرأي، خاصة للأوساط الذين ربما التي لم يكن متاحا الوصول إليها في وقت سابق؟ نظن بأنه من الأمور الأساسية اللي كانت يعني تأثر على ظهور القضية الوطنية في 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 في, في وسائل الإعلام وفي الرأي العام هو يعني الإرادة اللي ما يخاف على حد، بأنه يعني نوع من 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 من, من, من يعني قلة إبراز انتصارات الصحراويين ونضالهم سياني في الأراضي المحتلة وسياني في مخيمات اللاجئين وكذلك في الجبهات الأمامية. إذن هذه الحقيقة
التظاهر والله مسيرة الحرية من أجل الشعب الصحراوي يعني ظهرت قلعة القطاع هذا كامل. لأنها العادة كان قال الحكومة هو بأنه يظهر نوع من التأييد الشعبي والجماهيري والمؤسساتي والحزبي والبلديات إلى آخره، هذه تظاهرة قطعا منها كانت يعني أظهرت ذلك بامتياز. نعم. بامتياز نوع من يعني إظهار موقف مستجم وشامل للرأي العام الإسباني لمطالبة الشعب الصحراوي ب. وبالتالي هذه الحقيقة مات للإعلامي قد يدرجها مات للإعلامي قد يدرجها. بالتالي احنا ضريك ننتظروا بأنه الحكومة تعود مستجمة مع مع, مع مع هذا الموقف، مستجمة مع مع, مع ردة فعل شارعها ومواطنيها، وبأنها تقدم كيف قلت قبيل لمقاربة مختلفة اللي من جهة يعني تحفظ لها ماء الوجه، تعود مستجمة مع العدالة الدولية، ومن جهة أخرى كذلك تحميها وتحصنها أمام يعني هذا الجار المفترس اللي يستعمل كل الأساليب من أجل يعني اجتياح الآخرين وتدخل شؤونهم الداخلي وتضعيف قدرتهم وسيادتهم الوطنية. نعم. كسؤال أخير أستاذ محمد، يعني إسبانيا كما قلت بأنها مطالبة اليوم بمقاربة جديدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية تلافيا لأي تصعيد، ولكن أيضا حثا وبحثا وحثا للخطى من أجل التسوية لوزر لا يموت بالتقادم في الصحراء الغربية. يحدث هذا في وقت يعني لم تشارك في طبعا مناورات الأسد الإفريقي والتي لم تشمل أراضي الصحراوية المحتلة بشهادة الأمريكيين أنفسهم، بل إن هنالك مساعي ربما تكشفت من أن إسبانيا سعت لإدارة بايدن من أجل العدول عن ما اقترفه ترامب ضد الشرعية في الصحراء الغربية. يحدث هذا في وقت أصبحت فيه إسبانيا أيضا فاعلا في أوروبا، خاصة في الأزمة الأخيرة بين الرباط مدريد. ما تداعيات كل ذلك وكيف تقرأه كسؤال أخير؟ أظن بأنه المغاربة والنظام المغربي الحقيقة ارتكب خطأ، يعني أخطاء يعني متكررة ومتراكمة اللي أدت يعني بأنه كيف يقولوا الصحراويين بالمعنى الحسني يعني يشرب في مياه قليلة، تكتل سياسي واقتصادي وعنده نفوذ في السياسة الدولية كيف الاتحاد الأوروبي، وشفنا يعني بأنه عقب هذا الاجتياح السبتة الاتحاد الأوروبي يعني تكتل يعني وراء إسبانيا موقف واحد بكلمة واحدة، وبأنه عقب 25 سنة أول مرة البرلمان الأوروبي يعني يندد بهذه الطريقة ممارسة السياسة المغربية والتعامل مع جارنا. كذلك الضربة الأخيرة والله الثانية هي كانت يعني المسافة الكافية والواضحة اللي تأخذ الإدارة الأمريكية من مناورة ما يسمى بهذا الأسد الإفريقي، واللي كيف قلت يعني انفاو يعني يعني بكل الوضوح أي نية عندهم بأنه هاي المناورات تمس لا من قريب ولا من بعيد الأراضي الصحراوية المحتلة. نعم، وهو ما ذهبت منحته طبعا حتى بريطانيا، ويحدث هذا أيضا في وقت تتصاعد فيه الأزمة الألمانية المغربية. محمد زروق محمد زروق جماني ممثل الجبهة الشعبية تحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب بإقليم الأندلس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر عبر الإذاعة الوطنية. سهلا والتوفيق، شكرا جزيلا، شكرا للإذاعة الوطنية. شكرا أستاذ محمد. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا القدر نأتي وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج مساراتنا متواصلة، وأكبرها أهمها أقواها نحو الاستقلال والحرية، ذلك الذي يقوده الشعب الصحراوي بتضحياته ما جسمت. مسارات مقبلة تجمعنا وإياكم الأسبوع المقبل في التوقيت ذاته في الموعد ذاته، وبطبعا مستجدات جديدة. بد الإمام أشرف على مجريات الأمور فنيا، إخراجا مني، إعدادا وتقديما أطيب المنى. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطورات، تداعيات، مواقف، مرافعات، مستجدات وتفاعلات، مسارات، رؤية إعلامية لقضايا الساعة، رؤية إعلامية لقضايا الساعة مع نفع أحمد محمد.